تحية إجلال واحترام إلى السيد الأخ والصديق السيد النائب محمد الكربولي وإلى الأخ والصديق الشيخ خميس الخنجر، ونقول لهم أن قبيلة العقيدات داعمين إلى هذه الكتلة الوطنية، وبالأخص المرشحة الأستاذة نورة الجحيشي داعمينها الدعم الكامل، وأسأل الله أن التوفيق للجميع. عقد مؤتمر مرشحتنا نور الجحيشي بمنطقة الدورة، شيوخ وجهاء العقيدات والزوبع والسعيدات قاعدين بالمؤتمر، وأبدوا استعدادهم لوقوف مع دكتورة نور الجحيشي، وإن شاء الله نكون أهل للثقة ونعمل بكل جهد الوصول بنتنا نور الجحيشي لقبة البرلمان. إن شاء الله إن شاء الله نكون ساندين وساندين بقوة لبنتنا. اليوم يراد وجوه جديدة شباب اللي يصلون قبة البرلمان ليقدمون خدمة لمنطقة الدورة. المنطقة الدورة مهمشة وخدماتها ضعيفة، نريد الناس الأقوياء اللي يدخلون منطقة الدورة ويقدمون خدمة طيبة لأهالي الدورة. أهل الدورة يستحقون كل الخير لأنه وقفوا بوجه الإرهاب، وقفوا بوجه كل شيء. اليوم نريد أولادنا وأبنائنا هم اللي يصلون قبة البرلمان ليحققون الهدف المرجو منهم. كنا مساهمين ووافين وداعمين لست نور، وإن شاء الله ما تخيب ظننا ولا نخيب ظننا إن شاء الله. أشكر إمارة قبيلة العقيدات عشيرة البسماعيل لدعمهم ومساندتهم لي في ترشيحي على الدورة البرلمانية في دائرة 14 تسلسل 92، ويا ربي أقدر أمثلهم خير التمثيل في الدورة القادمة، وإن شاء الله إن شاء الله أكون صوت الحق لأهلنا وناسنا ونقل معاناتهم بصورة صحيحة.